طيران الجيش بشكل كبير. Mi-28 أو صائد الليل هي طائرة مروحية روسية الصنع تستطيع الطيران في جميع الأحوال الجوية وفي الليل أو النهار. هذه الطائرة مصممة لتدمير الدروع وتقديم الدعم للمشاة بشكل عال. طاقمها يتألف من شخصين. الحوامة في Mi-28 موجهة للقيام بالمهام التالية: العثور على دبابات العدو وتدميرها، القضاء على الأعداء الفعليين، تثبيت حقول الألغام، العثور على السفن وتدميرها أو غيرها من الآليات العائمة للعدو، الانخراط في القتال مع طائرات العدو المحلقة، تدمير الأهداف الجوية ليلا ونهارا وفي جميع الأحوال الجوية. أما خصائص هذه الطائرة فهي: طولها 17 مترا، السرعة القصوى 320 كيلومتر في الساعة، وهي مجهزة بمدفع L2A42 30 ملم، كما يمكنها استخدام قذائف متفجرة عالية. مجهزة أيضا بمشترك واحد من طراز Mi-28، وهو زوج من 8 رفوف الصواريخ معلقة جنبا إلى جنب، كما تحمل 4 أنواع من الصواريخ أتاكا، وتحمل أيضا صواريخ S8 و S13. شكرا للإصغاء، والعودة الآن إلى استوديو الأخبار.